في فترة من الفترات كان قريب قوي فكرة انضمامك لنادي سموحة، ايه اللي حصل في الموضوع دوت؟ ما انضمتش ليه؟ بس انا كنت في تروجيت تقريبا، كنت في تروجيت اعاره من انبي، فانا كنت ماضي وصل امانه من انبي عشان طالع اعاره، كنت متشال من القايمه، ماضي وصل امانه ب 2 مليون جنيه. وصل امانه؟ ان انا اطلع العب اعاره يعني تمام. سنه. فالكلام جه حد من الوكلاء يعني قريب من استاذ فرج تقريبا، ان هو اتكلم معايا، فكان عايز كان ال 2 مليون جنيه كان هيدفعوا وانا اروح سموحه. انت تروح سموحه؟ بس بصراحه لا، ام بي كلموني فانا رفضت كده، وانا كنت يعني بحترمهم جدا، وحتى كابتن عبد الناصر كلمني ساعتها وقلت له لا، انا هرجع تاني النادي وانا موجود معاكم يعني. طيب قبل ما نوصل لإنبي خلينا برضو ونرجع الناس معانا شوية. بداياتك انت يعني حمدي، بدأ الكرة ازاي؟ يا ترى زي ما كتير من لعيبة الكرة بدأوا بيلعبوا في الشارع، يا ترى يعني خلال التقرير عرفنا انك بدأت تخش، بس عايزين نعرف كواليس ما قبل الاحتراف كرة القدم، قبل ما الناس تعرف حمدي فتحي، نعرف قصتها ازاي. انا كابتن روحتي دمنهور. دمنهور وانا عندي 11 سنه. كان في مجموعتين ساعتها، مجموعه ب ومجموعه الف. مجموعه ب دي كنا زي مدرسه كوره بندفع فلوس فجي كابتن اسمه مجدي شافني وانا بلعب في مجموعه ب، فقال لي تعالى وانت هتبقى موجود معانا في مجموعه الف. فقعدت بقى 8 سنين تقريبا في الناشئين، 8 سنين طلعت درجه اولى. رحت كام سنه؟ 11 سنه. انا عندي 11 سنة. وكابتن مجدي ده هو اللي شاف ان حمدي لازم يكون في المجموعة الاولى اللي هي المجموعة. فطلعت 8 سنين في الناشئين. تمام. طلعت درجة اولى اللي هي السنة اللي احنا صعدنا فيها ممتاز. لعبت سنة واحدة اللي هي اللي صعدنا فيها وسنة الممتاز. يعني لعبت ممتاز بيه سنة بعديها على طول صعدت الدوري ممتاز. لعبت سنة ممتاز وبعدين رحت ام بي بعدها على طول. وبعدين بأول سنة ما كانش في توفيق فما لعبتش كتير. لعبت 5 ماتشات، فروحت بقى بتروجيت لعبت سنة ورجعت تاني إنبي لعبت سنة ونص وبعدين جيت الأهلي. كان مين أصلا اللي اكتشفك؟ فين؟ مين اكتشفك كلاعب كرة قدم؟ مين أول واحد اكتشفك؟ كابتن مجدي برضو ولا لأ كنت أنت قبليها؟ لا أنا كنت بحب الكورة وأنا صغير. بالظبط. كان عندي هواية وأنا صغير فكان في اختبارات كده في دمنهور إن في مجموعة بي، إن أنا هروح ألعب معاهم، بدفع فلوس 25 جنيه في الشهر هروح ألعب. فكان عندي بقى طموح إن أنا أطلع بقى الناشئين وأطلع بقى في دمنهور. كان عندك طموح؟ بالظبط. يعني كنت بتفكر فيه وأنت صغير كده؟ بالظبط. تمام. فالحمد لله يعني ربنا وفقني في لما طلعت، حتى اول سنه درجه اولى لعبت سنه واحده اللي هي الممتاز بيه، ممتاز بيه وصعدت صعدت اللي هي سنه الممتاز وبعدين رحت انبي بقى. كنت حاسس او كان في دماغك برضو ان انت يكون هدفك انك تدخل النادي الاهلي؟ بالظبط. كان كان عندي وانا صغير بصراحه يعني، انا حتى لما اول سنه لعبتها ممتاز في دمنهور كان هدفي ان انا اروح النادي الاهلي. كان عندي تقريبا 19 سنه. كنت بموت نفسي يعني، حتى لما جيت رحت انبي اول سنه كان جاي لي عروض كتير في السنه دي فانا اخترت انبي. رحت اول سنه لعبت، ما لعبتش اول سنه ما وفقتش، رحت بقى بتروجيت رجعت انبي تاني. فالحمد لله يعني ان انا في الاخر موجود في النادي الاهلي. انت يا حمدي، في مدربين زي ما بقول لك بيكون ساعات ليهم بصمه كده، واعتقد كابتن طارق العاشر كان هو اللي كان ليه دور معاه. هو اللي جابني انبي من اول سنه. يعني مشوار انبي، انت قلت اول سنه ما كانش فيها. طب مين كان ماسك ساعتها مدير فني في الفتره اللي انت قلت لا يعني ما لعبتش فيها كتير؟ اول سنه كان كابتن طارق مشي، كان حضرتك ماسك في الاول. وبعدين جالنا كابتن حمد صدقي. كابتن حمد صدقي. وبعدين كابتن علاء ابو عال، ومسك كابتن خالد متولي تقريبا كام ماتش، وبعدين كابتن علاء ابو عال. يعني في مدربين اتغيروا خلال الموسم ده كتير. ورحت انت شايف ان تألقك في بتروجيت، انت رحت بتروجيت. رحت بتروجيت. بتروجيت عملت شكل كويس. ورجعت تاني انبي. رجعت تاني انبي. واللي فرق معايا اكتر السنه دي في بتروجيت الكابتن طلعت يوسف بصراحه، وكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف ليه تأثير كبير في حياتك. بالظبط. يعني اتنين فرقوا معايا جدا السنه دي، وحتى رجعت في اول السنه كان الكابتن طارق بقى رجع تاني الانبي. ومسكنا بعدها كابتن ايهاب جلال. كابتن طارق مشي وجي كابتن ايهاب جلال. لا كانت السنه دي يعني سنه انبي دي
سنه انبي دي كانت من احسن سنين اللي من لعبتها. احسن سنين لعبتها، وبدا بالرغم كل يعني بتطلع انبي وبتروجيت وبعدين ترجع انبي تاني، اللي كان دايما هدف في دماغك ان انت تارجت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما موجود في دماغك. وكان تعرض يعني كان في عروض كتيره، لكن انت صممت كمان انك تكون موجود في النادي الاهلي. بالظبط، كانت سموح لاي حد يا كابتن، اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي او يلبس تيشيرت في النادي الاهلي يعني. كان السبب بعد ربنا كابتن محمد يوسف هو اللي كلمك؟ كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف وكابتن محمد فضلي هم اللي كلموني في نهايه الموسم بتاعت انبي، فما حصلش نصيب. فروحت في يناير، رحت جيت في يناير النادي الاهلي. دخولك بقى النادي الاهلي في الاول انا كابتن الفتره دي يعني حضرتك مش عارف، انا قعدت 45 يوم ما بتمرنش مع الفرقه في انبي. 45 يوم ما 45 يوم ما بتمرنش، حصل بقى ايقافات وبتاع وانا قاعد في البيت. ما يعني انا كنت بروح التمرين بس ما بنزلش مع الفرقه. اتكتب بقى في انبي ان انا ده علشان هو انت ممنوع من التدريب ولا ممنوع من التدريب؟ ممنوع عشان كنت مصمم ان انا. كان في ضغوط كبيره عليك؟ كان في ضغوط. يعني كان كل شويه كانوا بيقعدوا معايا ثلاث شهور، اقعد معانا ثلاث شهور وروح في اول السنه. فلا يعني انت كنت رافض؟ كنت رافض عشان هم رفضوا في اول السنه، يعني هم رفضوا في اول السنه ان هم يسيبوني. فانا كملت معاهم ست شهور وما قصرتش معاهم في حاجه يعني. لا ده حقيقي. بصراحه فحتى لما جيت كلمت استاذ زكريا فبصراحه اتكلم معاه زكريا محترم جدا اتكلم معاه باحترام جدا. قال لي يا حمدي الناس تيجي تتفاوض وانا هقعد معاهم انا واخلص الموضوع. حتى الموضوع ما خدش يومين ساعتها لما استاذ زكريا دخل في الموضوع يعني. بس كان في ضغوط عليك على مستوى الفني، على مستوى خلاص يعني احساسهم ان انت خلاص طالما مش عايز تجدد يبقى خلاص ما تلعبش وما تتمرنش. ده نوع من انواع الضغط الضغط الفني، انك بتبعد عن الملاعب وبالتالي انت كمان فكرت تتاثر هو عمليه الضغط انك خلاص ماشي ممكن اكمل معاكم ست شهور تاني، لكن انت كنت مصمم تماما انك تكون موجود في النادي الاهلي. هو كابتن هي الفتره الاولانيه المشكله الاهلي جالي في اخر اسبوعين قبل القيد، فكان الموضوع صعب بالنسبه لهم. فكانت خالد متولي كان ماسك فرفض يعني، فقعدت انا احاول لاخر ساعه حتى حصل مشاكل. كلمته انت شخصيا؟ كلمت كابتن خالد؟ قعدت لاخر ساعه بحاول لاخر ساعه في القيد والنادي الاهلي بصراحه ما قصرش في حاجه الفتره دي. قعدنا نحاول لاخر ساعه في القيد فهم كانوا رافضين تماما. فلعبت الست شهور، جيت قعدت معاهم وبتاع قال لك لا مش هتمشي في هم متمسكين بيك علشان انت لعيب كويس يعني. هم فهم قالوا لا مش هتمشي. فانا بصراحه لا يعني كان نفسيا حتى كان لا الموضوع كان هيبقى صعب بالنسبه لي ان هتجيلي مرتين. لا الله اعلم المره الثالثه ايه هيحصل. ده حقيقي بالظبط يا كابتن. فانا مسكت بقى قلت لا انا يعني هقاتل لاخر وقت ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وده حصل حتى قعد معايا. كان متابع معاك القصه ديت برضو؟ كان انت ليك ايجنت، ليك وكيل اعمال يعني الموضوع ده ممكن انت ساعات اللعيب لما يكون عنده ايجنت بيبقى هو بيبعده عن القصه ديت واللعيب بيوصل له يقول له لا انا عايز كذا ويبعده عن الضغوط دي شويه. كان في حد ولا انت كنت من نفسك؟ كان في حد يعني. كان في بس انا لازم انا اضغط برضو يعني. كان في عمرو بسيوني كان معايا بس انا كنت لازم اضغط لاخر وقت ان انا بس هم كمان خلي بالك بيضغطوا على الايجنت يعني. كمان في بعض الانديه تقول له طب لو كمان يعني جبت لنا عمرو يبقى انت ليك بونص كذا. بصراحه لا ما كانش الموضوع كده في النادي الاهلي. لا ما فيش كده. لا بتكلم على حتى انبي ممكن تتكلم لا هم عايزين يحتفظوا بيك انت لعيب كويس. اصل هو في الاول وفي الاخر يعني هو بيتعامل لا انا يعني انت عايز ايه في الاخر؟ بالظبط يعني هو بيتعامل معايا ان هو مصلحتي انا ان انا عايز اروح النادي الاهلي يعني مصلحه اي حد طبيعي. فهو كان بيضغط معايا وانا بضغط لحد اخر وقت يعني. ويمكن ده حتى سبب ان انت دخلت قلوب الجماهير من قبل حتى ما تلعب، وده يمكن اللي انت بتتكلم فيه ده واحده من الاسباب ان انت كنت متمسك قوي بانضمامك للنادي الاهلي. كلمني بقى عن مكالمه فضل وكابتن محمد يوسف لما كلموك بقى، وانت كان تدخلك ايه يعني؟ انت كنت بتتكلم معاهم ازاي؟ كان نفسك الموضوع دوت يتم باسرع وقت؟ هو كان اكتر واحد تعب معايا في الاول كابتن محمد فضلي. كان تقريبا من بدايه الموسم كان كل يوم بيكلمنا الاتصال دايما. فاحنا لازم نضغط واحنا مش هم بصراحه ما كانوش مقصرين في حاجه. وكابتن محمد يوسف برده كلمني بعدها عشان هو كان ماسك مدير كوره باين. فقعدنا بصراحه كلنا نضغط فما حصلش نصيب في الاول وقعدنا بقى كلنا نضغط لحد اخر وقت بصراحه يعني. وهم كانوا متمسكين بيا جدا يعني. الموضوع زي ما بقول لك بتبقى
ده اللي بيفرق شوية، إن الجماهير بتحس باللاعب اللي بيشتري النادي واللاعب اللي متمسك بكيان النادي الأهلي. وفي أنت عارف الضجة اللي حصلت الفترة اللي فاتت والدوشة اللي حصلت، وإن خلاص ناس بتقص إن خلاص ده احتراف بقى فلوس بشكل كبير جدا بغض النظر عن بتلعب لمين، المهم بتاخد أكتر. بس من الواضح ان بتفرق الشخصيات، لعيبه بتفرق بالظبط. وان انا شايف من وجهه نظري ان حمدي من النوعيه ديت اللي بيقدر الكيان شويه، ومحاربتك لوجودك في النادي الاهلي ده بيكبرك عند الجماهير، وفي نفس الوقت تمسكك انك بتلعب ده جزء مهم جدا. فالجزء ده بتفكر فيه انت ازاي، يعني لو جالك بكره عرض كبير جدا من نادي منافس بعرض مالي مغري والنادي الاهلي بيعرض عليك حاجه قريبه، يعني بتفكر الجزئيه بتفكر فيها ازاي؟ لا انا عن نفسي انا لسه صغير، انا بفكر طموحي كله النادي الاهلي. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي احترافي هو النادي الاهلي، ما بفكرش في الفلوس اكتر. يعني انت حضرتك عارف النادي الاهلي ما بيقفش على حمدي، ما بيقفش على حد يعني. فاي حد بصراحه يتمنى ان يلعب في النادي الاهلي، يلبس تيشيرت النادي الاهلي، واللي يدخل النادي الاهلي يا كابتن هيعرف قيمته. صحيح. هيعرف قيمته بجد والله. يعني انا دخلت، لا يعني انا ما دخلت بهارت، يعني شفت الاجواء وشفت اللعيبه وشفت الاحترام، لا يعني حتى اتعلمنا حاجات كتير في النادي الاهلي، لا يعني ما شفتهاش بره. اتعلمت ايه يا كابتن؟ لا اتعلمنا الانضباط، الاحترام، التعامل مع الناس، الكلام مع الناس، نتكلم ازاي. لا يعني ما بصراحه في انديه تانية لا ما بشوفش كده. في انديه تانية ما بتشوفش كده؟ بصراحه لما بتشوف الناس في الشارع بقى والجمهور بقى بيروح عليك ويتكلم معاك، ايه اكتر حاجه بيقولوها لك؟ يعني ايه اكتر حاجه انت كمان لما بتتقلك بتلفت نظرك قوي من الناس؟ والله بصي، هو الجمهور كله يعني الحمد لله بيحبني، فاكتر كلام الجمهور دلوقتي هي بطولات. يعني هم في دماغهم ان احنا لازم نشد حيلنا، بطولات، بطوله افريقيا، يعني كل كلامهم بطوله افريقيا. فان شاء الله نحققها لهم، يعني نحققها لنفسنا والنادي الاهلي.